السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، أريد أن أخذ من فضيلتكم نصيحة في قراءة الكتب التسعة. أنا الآن يعني أحفظ القرآن في الجزء الثاني عشر. وأذاكر مصطلح الحديث. وأريد أن أقرأ الكتب. هل القراءة مجردة لها نفع أم لا؟ أي لها نفع، لكن طبعا الكتب التسعة منها كتب صحاح ومنها كتب في أسانيدها ضعف، في بعض أسانيدها ضعف وفي كثير من أسانيدها ضعف. مجرد القراءة لا بأس تقرأ، لكن يلزمك أن تعلم الصحيح من الضعيف. يعني مثلا أبدأ بالصحيحين البخاري ومسلم ثم ماشي. لا بأس الآن، لا بأس الآن. نعم.